يبقى معنا مراسلنا علي الشريف مباشرة من الرياض. مرحبا بك علي، ماذا على جدول أعمال القمة اليوم في يومها الختامي، وأبرز ما جرى في اليوم الأول؟ نعم، صباح الخير ميشا. اليوم ابرز ما سوف يتم، هناك احاطتين اعلاميه، الاولى لوزير التعليم السعودي لاستعراض ابرز التجارب التي تم قادتها خلال الفتره القادمه وابرز نتائج الاجتماعات التعليم. ايضا هناك الجلسه الختاميه لقاده مجموعه العشرين، والتي من خلالها سوف يتم البت في التفاصيل القضايا او التوصيات التي تم رفعها والإعلان النتائج الأخيرة لهذه الاجتماعات. كذلك بعد ذلك سوف تسلم شارة الرئاسة لدولة إيطاليا. أبرز ما تم ذكره هناك قضايا الاقتصاد يوم أمس، قضايا الاقتصاد المعرفي، وأيضا أزمة فيروس كورونا ومرحلة التعافي الاقتصادي التي سوف نشهدها خلال الفترة القادمة، وكذلك مسألة اللقاح وما سوف يتم عنه، وفيما أكدت يوم أمس القادة على أهمية التوزيع العادل للقاح وضمان وصول هذا اللقاح لجميع الدول. أيضا كان هناك أمس الحديث عن مسألة تعليق الديون للدول الفقيرة والتي باتت تعاني بشكل واضح من أزمة فيروس كورونا. نعم ميشا، شكرا جزيلا لك مراسلنا علي الشريف، كنت معنا مباشرة من الرياض.